دلوقتي كده يا باشمهندسين، دي تعتبر المحاضرة التانية في البرنامج بتاع الأوتوكاد، واحنا هنبدأ إن شاء الله نخش في المحاضرة التانية ناخد بقى أوامر التعديل. احنا في المحاضرة الأولانية قلنا إن احنا خدنا المحتوى بتاع الدبلومة، وكمان سطبنا الأوتوكاد وخدنا أوامر الرسم وطبقنا على الواحد قواعد. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في أوامر التعديل، ولكن قبل ما نبدأ في أوامر التعديل عايز أتكلم مع حضرتك في حاجة مهمة جدا. إيه هي الحاجة دي؟ اولا ده جزء نظري، يعني اول جزء كده من المحاضره هيبقى جزء نظري، فهو مشروح في البي دي اف بالتفصيل، ولكن يفضل ان انت يعني هتلاقيه معاك في المذكره، ولكن يفضل برضو ان انت لو في ملاحظه شايف ان هي مهمه تكتبها. حلو الكلام. طيب ركز بقى معايا، احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن حاجه اسمها انواع اللوح. يعني ايه انواع اللوح؟ لما انا انزل موقع ان شاء الله تمام واشوف لوح، ايه انواع اللوح اللي بتشوفها قصادك؟ طيب قبل ما اتكلم مع حضرتك على انواع اللوح، ان انت لما هتنزل اي موقع المفروض تشوف انواع اللوح دي، خلينا اتكلم مع حضرتك عن اللوح اللي احنا هنطلعها. طبيعي ان انت لما هتيجي تطلع اللوحه تمام بيبقى ليها شكل معين، اي لوحه في اي مشروع هتلاقي ان اللوح بتاعه المشاريع كلها ليها شكل معين او شكل محدد، يعني لازم كلنا نلتزم بيه. ايه الشكل المحدد ده؟ فهنبدا دلوقتي نتكلم عن حاجه اسمها مكونات اللوح. ليه بنشرح الجزء ده؟ عشان احنا ان شاء الله من المره اللي جايه هنبدا نجيب اللوح مطبوعه، فعشان لما حضرتك تجيب لي اللوحه ان شاء الله مطبوعه هتبقى عارف ان لازم اللوحه اللي انت مديها لي دي يبقى في امكانيه ان الناس تنزل تنفذها، وبالتالي في حبه اشتراطات كده لازم تبقى حضرتك حاططها في اللوحه. ايه هي بقى الاشتراطات اللي انت حاططها في اللوحه دي؟ او لو انت شفت اي لوحه بتاعت اي مشروع بتبقى متكونه من ايه؟ يقول لحضرتك اول حاجه رقم واحد خالص، ان لازم اللوحه بتاعتك يكون ليها اطار من بره. لازم اللوحه بتاعتي يكون ليها اطار من بره، اللي هو الاطار اللي انت شايفه ده. هتلاقي ان اي لوحه، ادي ده مشروع مثلا، ادي ده مشروع تاني، هتلاقي ان دايما اي حد هيعمل مشروع يبقى لازم بيحط للوحه بتاعته مالها اطار. الاطار ده هدفه ايه؟ الاطار ده مش للزينه، يعني مش عشان شكله حلو فاحنا بنحطه يعني، ولكن ليه هدف معين. الهدف المعين اولا ان هو بيساعدنا في عمليه الطباعه. ازاي بيساعدك في عمليه الطباعه؟ لما نيجي ان شاء الله الحصه الجايه نتعلم الاسلوب بتاع الطباعه، فهتلاقي ان انت لو عايز تطبع لوحه زي دي تمام من على الاوتوكاد بتدوس كنترول بي، وبعد كده بيقول لك اختار الحته اللي انت عايز تطبعها، وبالتالي لو في اطار للوحه فانت بتختار من اول الاطار لحد اخره، ولكن لو الاطار ده مش موجود فحضرتك هتضطر ان انت تعمل ايه؟ تحدد بايدك عادي، فممكن يبقى في جزء من الناحيه دي اكبر من الجزء اللي من الناحيه دي، وده هيسبب لنا مشكله في الطباعه، ان اللوحه هيطلع فيها جزء ابيض كبير انت مش عايزه اصلا، ما اهتمتش بيه، ولكن الاطار ده هيحدد لك انت هتطبع منين بالظبط، او المسافه اللي هتطبعها قد ايه بالظبط. دي الحاجة رقم واحد. الحاجة رقم اتنين، ان الاطار ده مش معمول كده اعتباطي، يعني مش معمول كده وخلاص. الاطارات دي ليها مقاسات، اللي هي المفروض تبقى المقاسات بتاعة اللوح اللي احنا هنطبع عليها. طب انت المفروض بتطبع على لوح نوعها ايه؟ عندك اللوح اللي هي الاي 4 والاي 3 والاي 2 والاي نود والاي 1 والكلام ده كله. طيب هل اللوح دي ليها مقاسات؟ اكيد اللوح دي ليها مقاسات، فعشان اسهل على حضرتك فهتلاقي معاك فايل في الفايلات اللي انت واخدها ان شاء الله معانا. لو فتحنا كده الفايلات بتاعه الدبلومه في بروجكت 2019 هتلاقي حاجه اسمها اوتوكاد او دروينج ايدز، دي هتلاقي في واحد فيهم كده اسمه فريم سايز. اسمه ايه يا باشمهندس؟ فريم سايز. فريم سايز ده انا حاطط لحضرتك فيه ايه؟ حاطط لحضرتك المقاسات بتاعه الاطار اللي المفروض تستخدمها. يعني ايه يا باشمهندس؟ انت ان شاء الله انا هطلب منك ان انت تطبع مثلا اللوح اللي في المره الجايه اي 3. حلو الكلام. ولكن لوح المشروع عاده بتطبع اي 2. حلو الكلام. طيب انت رسمت الرسمه، تعرف منين ان انت لما هتطبعها هتطلع مناسبه للاي 3 او الاي 2 او الاي نود او هكذا؟ ده هتعرفه عن طريق مين؟ حاجتين، السكيل والاطار. طيب خلينا نتكلم عن الاطار النهارده، والسكيل ده هنخليه في مرحله الطباعه. فانا بتكلم مع حضرتك عن الاطار، فانا مديك هنا الاطار ده، لو حضرتك هتطبع على اي 4 فالمفروض ان اللوحه بتاعتك تدخل جوه الاطار ده وتبقى مليان، ده معناه ان انت لما هتطبعها على اي 4 التفاصيل هتطلع واضحه. طيب لو انت هتطبع على اي 2 هتلاقي الاطار بتاع الاي 2 وهكذا. والاطارات دي ليها مقاسات معينه، اللي هي مقاس اللوحه، المقاس الطبيعي بتاع اللوحه، يعني انت الورقه الاي 4 هي دي المقاسات بتاعتها، لو جبت ورقه اي 4 وقستها هتلاقيها 21 في 29 تقريبا، تمام كده؟ يبقى الاطار ده هدفه كام حاجه؟ حاجتين، الحاجه الاولانيه عملية الطباعة، الحاجة التانية ان هو بيحدد لي اللوحة المناسبة ليا، اللوحة المناسبة للرسمة بتاعتي دي. يعني ايه برضو؟ عشان يبقى اخدنا تطبيق، انا جيت اخدت الاطار ده من هنا مثلا،
انا جيت اخدت الاطار اللي هو بتاع الاي 2، ازاي اخد حاجه من اللوحه دي اوديها لوحه تانية؟ بتاخدها كده كنترول سي تمام عادي جدا، وتفتح اللوحه التانية وتروح حاططها هنا في اللوحه التانية كنترول ايه في. خلاص كده خدتها كنترول سي وحطيتها في اللوحه التانية، عملتها ايه كنترول ايه كنترول في. ده انا مش عايزه فمسحته. طيب وليكن انا هطبع اللوحه دي مثلا، هي دي اللوحه اللي انا عايز اطبعها، فاقوم واخد اللوحه دي بتاعتي كده واعمل لها مثلا امر ايه، قلنا موف، احركها احطها جوه الاطار. انت خلصت رسم فتاخد اللوحه تحطها جوه الاطار، ابص كده واروح رايح حاططها جوه الاطار، الغي القرص عشان اعرف اتحرك، وحطيت اللوحه جوه الاطار. الحمد لله اللوحه اللي قدام حضرتك دي مالها مناسبه للاطار ده، يبقى اذا انت لو طبعت اللوحه دي في الاطار ده هيطلع شكلها كويس. فهمت احنا بنعمل ايه؟ فهمت؟ طب افرض بقى اللوحه بتاعت حضرتك دي، اللوحه اللي انت راسمها لما جيت تحطها جوه الاطار طلعت صغيره قوي او كبيره قوي، ساعتها هتستخدم الامر بتاع مين بقى؟ سكيل، بحيث ان انت يا اما تكبر الرسمه يا اما تصغر الرسمه. اما بالنسبه للاطار هتكبره او هتصغره؟ لا، ما انت خلاص بقى ده مقاس الايه؟ الورق اللي انت ناوي تطبع عليه، فما تكبرش الاطار ولا تصغره. امال هنلعب في السكيل بتاع مين؟ بتاع اللوحه نفسها. يبقى اول حاجه في المكونات بتاعت اي لوحه هي مين؟ الاطار. طيب الاطار ده نفسه بيبقى متقسم، يعني ايه الاطار بيبقى متقسم؟ هتلاقي ان احنا مثلا لو شغالين في اللوح العربي تمام، لوح مكتوبه بالعربي، هتلاقي جزء كده مقطوع ناحيه اليمين، ولو انت شغال في مشروع انجليزي هتلاقي في جزء مقطوع ناحيه الشمال. الجزء المقطوع من اللوحه ده بنسميه البنده او الخرطوش. هيبقى الجزء المقطوع من اللوحه سواء ناحيه اليمين لو هي عربي او ناحيه الشمال لو هي انجليزي بنسميه ايه يا باشمهندس؟ البنده او الخرطوشه. والبنده او الخرطوشه دي ليها وظيفه. تعالى كده نبص كده معايا، ادي اللوحه اللي حضرتك رسمتها، ده الاطار حلو، وانت اخدت جزء هنا ده اللي سميناه الخرطوشه. الحقيقه ان الخرطوشه دي بتبقى متقسمه ثلاث اجزاء. الخرطوشه متقسمه كام جزء؟ ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني او الجزء اللي فوق خالص من الخرطوشه هتلاقي فيه حاجه اسمها الملاحظات. هتلاقي في حاجه اسمها يا باشمهندس الملاحظات، والملاحظات دي حاجه مهمه جدا ان حضرتك تكتبها. خليني اوريك حاجه كده في الملاحظات. انا مثلا رحت على دي اللوحه اللي هي بتاعت مين؟ الاساسات المفروض تمام. الملاحظات دي بيبقى مكتوب فيها ايه بقى يا باشمهندس؟ مش حضرتك ان شاء الله لما هتيجي تصمم هتبقى عامل مثلا، انا لو اديتك عمود وقلت لك ده العمود ده عليه 50 طن، حلو الكلام؟ فعشان حضرتك تصمم العمود فكنت بتحتاج في المعادله الاف سي يو، وكنت بتحتاج في المعادله ايه تاني؟ بتحتاج الاف ييلد، صح ولا مش صح؟ فليفترض ان انت افترضت ان العمود الاف سي يو اللي هتعمل بيها او اللي هتصمم عليها 300، حلو الكلام؟ جه الراجل لما ينزل ينفذ راح سارق اسمنت وطلع ان الاف سي يو 250. هل ابعاد العمود اللي حضرتك حطيتها، ابعاد العمود اللي حضرتك حطيتها والتسليح اللي انت حضرتك حطيته، هل دلوقتي هو سيف؟ الاجابه لا. وبالتالي الملاحظات اللي انت بتحطها في الجنب دي هي البيانات الاساسيه اللي انت اخذتها معاك في التصميم عشان يبقى اللي بينفذ ملزم بيها، لان اي تغيير فيها ده معناه ان التصميم بتاعي مش شغال صح. زي ايه مثلا تاني؟ لو جينا مثلا بصينا في لوحه الاساسات فتلاقي ان دايما بيقول لك الاجهاد، بص كده الاجهاد التصميم عند منسوب التاسيس للتربه 1.5، ده مقصود بمين؟ البيرنج كاباستي. مش ده لازم اقوله لك؟ هو انت لما بتيجي تصمم القواعد مش بتحتاج البيرنج كاباستي عشان تجيب المساحه اللي هي بتاعه القاعده؟ وبالتالي لو انا قلت لك ان انا مصمم على 1.5 وانت جيت ما عملتش كده، هل القاعده بتاعتك هتبقى سيف؟ الاجابه لا. كمان بقول لك منسوب الحفر، انت هتحفر لحد منسوب معين، لان البريك كباستي زي ما حضرتك عارف ان هي بتتحسب عند طبقه معينه، ولا بتتحسب لاي حته في التربه؟ لا، بتتحسب عند طبقه معينه. وبالتالي بقول لك كمان منسوب الحفر. مش بس كده، اقول لك عدد الادوار. انا مصمم الاساسات دي على انها هتشيل 3 ادوار وسطح وبدروم، حلو الكلام؟ جيت انت عملت 10 ادوار، هل التصميم بتاعي صح؟ وبالتالي الملاحظات اللي بتتكتب على الجنب دي ملاحظات مهمه جدا جدا جدا. الملاحظات دي بتبقى حاجتين، يا اما حاجات مذكوره في الكود زي طول الوصله وطول الرباط وان هو لازم يعمل اشكال معينه خلال التسليح تمام، او ان هي حاجات اخذتها في التصميم زي ايه؟ زي اللايف لود اللي انت صممت عليه، زي الفلور كفر اللي انت صممت عليه. انا قلت انا واخد الفلور كفر ب1.5 على اساس ان الراجل مثلا هيعمل سيراميك، جه الراجل عمل رخام، فالرخام اتقل من السيراميك وبالتالي التصميم مش سيف. انا برضو مش عايزك تقلق قوي من الحته دي، انا بقول لك ان هي مهمه، ولكن احنا بنبقى واخدين فاكتور اوف سيفتي كتير قوي تمام بيغطي الحاجات دي كلها. ولكن برضو لو احنا بنتكلم في الشغل الصح المفروض اللي انا صممت عليه هو اللي هيتنفذ.
لكن الجمله اللي انت بتسمعها بتاعت الخرسانه سرها باتع، هو مش سرها باتع ولا حاجه، الفكره كلها ان انت واخد يعني فاكتور اوف سيفتي كتير جدا. فممكن تطلع المنشا بتكلفه اقل بكتير، بس انت واخد فاكتور اوف سيفتي، واخد كل عوامل الخطا اللي ممكن تحصل فيه اصلا. تمام. يبقى احنا اول جزء اتكلمنا عنه ان انا عندي الاطار وعرفنا فايدته ايه، تاني جزء اتكلمنا عنه ان هو الخرطوشه وعرفنا فايدتها ايه. قلنا ان اول جزء في الخرطوشه فوق خالص ده بيبقى خاص بالملاحظات، والملاحظات دي بتختلف من مشروع لمشروع ومن لوحه للوحه، وبيكون فيها البيانات الاساسيه اللي انت اخذتها في التصميم عشان المنفذ يلتزم بيها. الجزء الاخير من الخرطوشه احنا قلنا ان هي ثلاث اجزاء، الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت والجزء اللي في النص. قلنا احنا الجزء اللي فوق اللي هو بتاع الملاحظات، الجزء اللي تحت بيكون فيه البيانات الاساسيه للمشروع. يعني ايه البيانات الاساسيه للمشروع؟ المشروع ده خارج من مكتب استشاري اسمه ايه، او من مكتب تصميم اسمه ايه، مين المهندس المراجع، مين المهندس المصمم، السكيل اللي انت رسمت بيه. وبعض اللوح بيكون فيها اتنين سكيل، واحد بيبقى مثلا 1:100 اللي انت بترسم بيه البلان، وواحد تاني 1:25 اللي انت بترسم بيه القطاعات زي ما كنت بترسم في الكليه، صح ولا مش صح؟ بيبقى موجود في مكان المشروع واسم اللوحه، دي لوحه اساسات مثلا او دي لوحه محاور واعمده، وبيكون موجود في رقم اللوحه وتاريخ اصدار اللوحه. فدي البيانات الاساسيه اللي المفروض تبقى موجوده عندك تحت. فهتلاقي كده كل شركه عامله حاجه زي كده، اسم العميل، ودي كانت عماره سكنيه مش عارف في حدائق الاهرام ولا مش عارف في حدائق اكتوبر، وده اسم اللوحه وده رقم اللوحه وده مقياس الرسم وده كان اللوجو بتاع الشركه وهكذا. وبالتالي لازم اللوحه يبقى فيها بيانات. السؤال بقى هنا، هل اللي انا بقوله لحضرتك ده يعني حاجه انا اخترعتها او حاجه المكتب ده اخترعها؟ الاجابه لا. اللي احنا بنقوله ده دي مواصفات اساسيه في اللوحه، يعني حضرتك لو ما عملتش اللوحه كده فهي غلط. حلو الكلام. خلينا نديك مثال صغير قوي. المفروض ان اللوحه لما بتنزل الموقع، تمام، هو انا عايز اقفل التكييف عشان كده بقى فاهم، خلاص سعنا وهنبدا نتوب وننام وبتاع، اقفل لكم التكييفات واحرركم كلكم، خلاص ركزوا معايا. طيب انا جيت دلوقتي، المفروض ان اي لوحه هتنزل الموقع هتبقى عامله ازاي؟ فيها الابعاد، صح ولا مش صح؟ الابعاد كامله. المفروض ان الراجل ده ما يقيس اي بعد من على اللوحه، لكن لا قدر الله، تمام، انت نسيت بعد، فالراجل اللي المفروض في الموقع ده هيعمل ايه؟ هيشغل دماغه ويتصرف، هيشغل دماغه ويعمل ايه؟ ويتصرف. فلما هيتصرف هيروح عامل ايه؟ يقول لك احنا خدناها في المساحه دي يا ريس، نعمل ايه؟ راح قايس الطول اللي موجود على اللوحه وضرب في السكيل ومنفذ. يبقى اذا لو حضرتك مش كاتب له السكيل هو مش هيعرف يعمل كده، ولو حضرتك كاتب له سكيل مضروب وطابع بحاجه ثانيه فانت هتروح في الاهل. حلو. وبالتالي البيانات كلها لازم تبقى كامله ومكتوبه، تمام، والابعاد لازم تبقى مكتوبه. مش مسموح له اصلا يعني كون ان هو يبدا في الموقع يفكر، دي مصيبه في حد ذاتها. ما يبداش في الموقع يفكر، انا مديك حاجه تصممها او تنفذها، فالمفروض ان هو ينفذها، والمفروض ان انت تبقى مديله كل البيانات، لان ساعتها هيبقى الغلط مش عليه، هيبقى الغلط عليك انت. خلاص كده. طيب زي ما قلت لك الملاحظات والحاجات والكلام الجميل ده كله مذكور في الكود المصري بتاعنا. يعني انا زي ما قلت لك قبل كده، انت هتلاقي الكود المصري انا مديهولك في اخر المذكره، او مديك الملخص بتاعه في اخر المذكره. ولو جينا فتحنا كده، دي الملفات بتاعه الكود المصري، ده الكود المصري اللي هو 2017 اللي هي او 2018 اللي هو احدث نسخه، بس البي دي اف 2017 فعليه تعديلات. لو عايز الكود نفسه قلت لك تشتريه منين وقلت لك ثمنه كام. طيب ده الملخص اللي انا عامله لحضرتك من الكود، والملخص ده انا مش كاتبه، يعني مش انا اللي كاتبه، ده عباره عن سكرين شوت زي ما انت شايفه كده، واخد من الكود لبعض المعلومات الاساسيه اللي انا بحتاجها كتير. فهتلاقي ان الكود ما سابلكش، شايف الحته اللي احنا بنتكلم فيها دي هتلاقيه اتكلم فيها كلها. بص كده بيقول لك ايه، دي ملاحظات على اللوحه. حضرتك لما تيجي تعمل لوحه، لوحه انشائيه، فالرموز اللي هتستخدمها قاف هو رمز القاعده. حلو الكلام. يعني ايه قاف؟ يعني قاعده. حلو الكلام. فحضرتك ما ينفعش قاعده تسميها فيه قاف، يعني قاعده. كاف يعني كاميرا، كاف الف يا اللي هي كابولي. وبالتالي فهو مديك الرموز، وبالتالي الرموز دي متفق عليها. ده حتى الرموز بتاع الحديد مديها لك، زي ايه مثلا؟ الفاي ام شرطه واحده دي المايلد ستيل بتاعت الكنات، الفاي ام شرطتين دي الهاي جريد ستيل اللي هو التسليح الاساسي، الفاي اللي هي شكلها غريب شويه دي لا دي لما تحطها لما بتبقى مستخدم حديد ممدد اللي هو بتاع الشبكه ده. حلو الكلام. اللي هو حديد مش الشبكه الرئيسيه والشبكه الثانيه، حديد يعني معين، تمام، احنا مش هنستخدمها خالص، حديد معين، تمام، هيبقى ليه الرمز ده. وبالتالي انت كل رمز الكود قايله لك، فما ينفعش حضرتك تستخدم حاجات او رموز من دماغك. دي حاجه. مش بس كده، راح الكود راح جايب لك تحت وقايل لك ايه، دي ابعاد اللوحات المستخدمه، ما تستخدمش ابعاد لوحات غيرها. انت لو هتطبع على A4 فابعاد اللوحه A4 210 في 297، اللي هو انت لو رحت كده شفتهم احنا عندنا كنا عاملينها كام، اهي 210 في 200 كام، 97. فهتلاقي ان المقاسات بتاعه الاطار
الاختيارات دي زي ما قلت لك احنا مش بنالف حاجه، الكلام ده موجود في الكود. وهتلاقي ان الكود برضو قال لك ان في جزء هيبقى خاص، الجزء ده هيبقى خاص بالبيانات، والبيانات دي اللي المفروض تبقى مكتوبه هو اسم المشروع واسم المالك واسم المكتب الاستشاري وبيان بمحتويات اللوحه ومقياس الرسم ورقم المشروع. حتى مقياس الرسم بيقول لك ايه، في بعض الحالات يرسم بمقياس رسم خصوصا في حاله تكبير او تصغير اللوحه عند النسخ منها. فكل الكلام او اي حاجه انا بقولها لحضرتك فهي موجوده مين؟ موجوده في الكود. وبالتالي القصه مش بمزاجنا. حلو الكلام. حتى في اللوح او في السكيل يقول لك الرسومات العامه للابعاد الخرسانيه المفروض تطلع بسكيل كذا، لا القطاعات المفروض تاخدها بسكيل كذا، الرسومات التنفيذيه اللي بتاعت الشوب درونج تطبع بسكيل كذا. وبالتالي البيانات اللي انا بقولها لحضرتك دي او الجزء اللي انا شرحته لحضرتك ده او مكونات اللوحه هو مش حاجه مختلفه. حلو الكلام. هي بتتعمل كده وبتتنفذ كده والكود قايل لنا كده، يبقى احنا هنعملها. اتفقنا؟ يبقى احنا كده عرفنا ان الكلام اللي احنا بنقوله ده شغال عادي من الكود والكود قال لنا كده. يبقى نرجع تاني بقى ايه لمرجوعنا، نرجع تاني للجزء اللي احنا بنقوله ده. هتلاقي الملاحظات بتاعت الكود دي مجمعها لك كلها اللي هي على الرسومات، كل اللي انا بشرحه ده هتلاقيه مكتوب عندك في المذكره في الكود تقدر تراجعه وتقراه. تمام. طيب بعد كده احنا اتفقنا ان احنا عملنا الاطار، وبعد كده خدنا جزء من الاطار سميناه الخرطوشه. حتى الجزء ده متحدد، يعني ما تاخدش مثلا يعني اللوح اخد منها كام 20 سم اعمله مثلا خرطوشه ولا 30 سم، لا الجزء ده حضرتك متحدد. لانك انت لو لاحظت هنا، لو لاحظت هنا كده في اللوحه هتلاقيني مثلا فوق الاطار الحته بتاعت الخرطوشه هنا غير الحته بتاعت الخرطوشه، مقاسها هنا غير مقاسها هنا، اكيد متناسبه مع مين؟ مع اللوحه او مع الاطار عامه. يبقى انا كده خدت الاطار، خدت الخرطوشه، وعرفت ان الخرطوشه هتتكون من كام جزء؟ ثلاث اجزاء. الجزء اللي فوق بكتب فيه الملاحظات، الجزء اللي تحت بكتب فيه البيانات الاساسيه، الجزء اللي في النص ده هنكتب فيه حاجه معينه هنسيبها دلوقتي واقول لك كمان شويه. دخلت جوه اللوحه، دخلت جوه مين؟ اللوحه. هبدا ارسم. هل ينفع نرسم كل حاجه، نرسم كل حاجه بنفس اللير؟ الاجابه لا، لازم كل حاجه تبقى مرسومه بلير معين. الخرسانه المسلحه بلير، والخرسانه العاديه بلير، والاكسات بلير، والكتابه بلير. وده ليه؟ عشان يسهل الشغل في عمليه الحصر والشغل عامه. فاكرين القصه اللي انتوا كنتوا لسه بتتكلموا فيها بتاعت الهاتش بتاع العمدان؟ هي لو اللوحه فيها عمدان وفيها اعمده عمدان وكاميرات وحاجات دي كلها، هل هقدر اختار العمدان لوحدها؟ هل لو انت راسم كله هيصه كده بلاير واحده مش هتقدر تعمل ده، ولكن لو انت عامل لير مخصصه للاعمده فاحنا نقدر نختار الاعمده لوحدها. وبالتالي اول حاجه هتخش تعملها ان انت تعمل مين؟ اللير. بعد ما دخلت عملت اللير بنبدا الرسمه دايما بتاعتنا بان احنا نحط مين يا هندسه؟ احط الاكسات، والاكسات دي بتبقى اكسات افقيه واكسات راسيه، وممكن يبقى فيه اكسات مايله، مفيش مشكله على حسب قطعه الارض شكلها عامل ازاي. طيب الاكسات دي يا باشمهندس هل بنسيب الاكسات كده وخلاص؟ قال لك لا، الاكسات دي لازم تسميها، والتسميه بتبقى كالاتي: يا اما تسمي كده من هنا ارقام 1 2 3 4 ومن الناحيه الثانيه حروف اي بي سي مثلا. حلو. ويخلي بالك برضو من حته التسميه دي يا باشمهندس، التسميه لازم يا اللوحه كلها عربي يا اللوحه كلها انجليزي، ما ينفعش تبقى ملاحظات عربي وانت مسمي المحاور وحاطط الدايمنشن بالانجليزي، يا كله عربي يا كله ايه؟ انجليزي. اتفهمت الحته دي؟ طيب يبقى انا سميت الاكسات. طب السؤال برضو هنا، هو احنا بنسمي الاكسات ليه؟ يعني ما نسيبها كده هيصه يا عم، ليه اسميها؟ بالظبط، عشان تعرف اماكن الاعمده وعشان تعرف تنفذ. يعني خلينا نتخيل كده ان انا نازل انفذ لوحه زي دي بتاعت مثلا اعمده، لوحه زي اعمده، فعايز اوصف للراجل، او احنا النهارده ان شاء الله ناويين نعمل الشده الخشبيه للعمود ده، فوصف العمود ده ازاي للراجل؟ هل هروح اقول للراجل العمود ده اللي هو الثاني في الصف الفوقاني من تحت في شمال في يمين؟ هل ده توصيف منطقي او توصيف هندسي؟ الاجابه لا، ولكن الاكسات بتسهل عليك العمليه دي. اي عمود في الدنيا بيبقى بيمر فيه كام اكس؟ 2. وبالتالي بنوصف العمود باسم الاكسين اللي بيمر بيهم. يعني لو انا عايز اوصف العمود ده، فالعمود ده هيبقى اسمه 10، ده الاكس الافقي، واسمه ح، يبقى اسمه ايه؟ ح 10. فح 10 دي مفيش عمود في الدنيا اسمه ح 10 غير ده، فمفيش مجال ان حضرتك تحصل فيها ايه؟ تتلخبط. وبالتالي لازم ترقم من ناحيه ارقام ومن ناحيه حروف، لان انت لو حطيتهم كلهم ارقام وكلهم حروف قد يكون ممكن يحصل لخبطه، او مش قوي بس ممكن يحصل لخبطه. يبقى انا عندي ارقام وعندي ايه؟ حروف. يبقى اتفقنا مكونات اللوحه بقى من جوه، اعمل واحد اعمل اللاير بتاعتي، رقم 2 ان انا اعمل الاكسات بتاعتي، وبعد ما اعمل الاكسات بتاعتي بتترقم افقي وراسي ارقام وحروف. بعد ما بتعمل القصه دي انت جيت ان شاء الله رسمت جوه اللوحه اللي انت رسمته، خلصت الدنيا. هل ينفع اللوحه تنزل من غير ابعاد؟
الاجابه لا. فلازم حضرتك تحط على اي لوحه الابعاد بتاعتها الدايمنشنز، والدايمنشنز بتبقى كام حاجه؟ حاجتين، دايمنشن خارجيه بنكتبها بره اللوحه يعني، ودايمنشن داخليه بتتكتب جوه اللوحه. ايه الدايمنشن الخارجيه اللي لازم تكتبها بره اللوحه، وايه الدايمنشن الداخليه اللي بتكتبها جوه اللوحه؟ الدايمنشن الخارجيه عاده بتبقى المسافه ما بين كل اكس والتاني، المسافه بين كل اكس والتاني، ومن الناحيه الثانيه بنكتب المسافه الكليه من اول اكس لحد اخر اكس، والناحيه الثانيه برضو نفس الكلام، المسافه بين كل اكس والتاني، والناحيه دي المسافه الايه الكليه للاكسات. فهتلاقي ان المشروع زي ما احنا كنا بنتكلم اهو، الراجل عمل فعلا الكلام ده، كاتب المسافه بين كل اكس والتاني وكاتب المسافه الكليه، وفوق برضو هتلاقي كاتب نفس الكلام، المسافه بين كل اكس والتاني والمسافه الكليه. يبقى الدايمنشن الخارجيه هي المسافه بين كل اكس والتاني والمسافه الكليه. اما بالنسبه للدايمنشن الداخليه، فحضرتك بتحط الدايمنشن الداخليه اللي بتساعد الراجل على انه ينفذ. بمعنى انا دلوقتي لو عايز انفذ كاميرا زي دي، حلو، فالكاميرا دي ولو افترضنا مثلا ان هي هنا كده مثلا، تعال نجيب اي كاميرا، كاميرا اهي، الكاميرا اللي من هنا لهنا، فحضرتك اي حاجه المفروض هتتنفذ في 3D ما بتنفذهاش في 2D، بس انت بترسم فين؟ في 2D، وبالتالي هيبقى في بعد دايما ناقص مش ظاهر قدامك. حلو، يعني الكاميرا مثلا، الكاميرا اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الكاميرا دي، حلو، فانت عارف الطول بتاعها، ده سهل صح ولا مش صح؟ ولكن هل انت عارف عرضها والعارف السمك بتاعها؟ الاجابه انا عارف العرض، انا عارف العرض لان هو عرض الكاميرا موجود قدامي اهو، لكن السمك بتاعها هل هيظهر في اللوحه دي؟ مش هيظهر في اللوحه دي. وبالتالي تلاقينا دايما كاتبين كده على اي كاميرا، كاتبين كده التسميه دي، ايه اللي بنتسمي ده؟ كاف، عرفنا ان هو رمز مين؟ كاميرا. 4 ده رقم الكاميرا وهنشرحه كمان دقيقه، حلو الكلام؟ 25 في 70، 25 ده العرض اللي ظاهر قدامك في اللوحه، وال70 ده اللي هو مين يا هندسه؟ السمك بتاع اللوحه. نفس الكلام في البلاطات، انت لو جيت تنفذ البلاطه اللي قدام حضرتك دي، فانت الطول والعرض بتاعها معروفين من اللوحه دي، صح ولا مش صح؟ ولكن السمك بتاعها مش هتبقى عارفه، فهتلاقي على كل بلاطه كده دايره ومكتوب فيها رقم، الرقم ده بيعبر عن مين يا هندسه؟ الرقم ده بيعبر عن السمك. طب بالمناسبه هي ال20 دي ايه؟ يعني سنتي ولا متر؟ اكيد مش 20 متر، حلو الكلام؟ وبالتالي الملحوظه دي بتبقى مكتوبه فين؟ برضه هناك، ان كل الابعاد بتقاس بالسنتيمتر او كل الابعاد بالمتر ما عدا ابعاد القطاعات فهي بالسنتيمتر، وبالتالي الملحوظه دي مكتوبه في الملاحظات، فما فيش اي سبيل للخطا، انت بتصمم وتنزل لوحه الراجل تمام؟ مش عايزه يسالك في اي حاجه، ساعتها يبقى انت ايه؟ نجحت في الموضوع. طيب بعد كده نرجع تاني للكاميرا اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي، لو انا رجعت تاني كده للكاميرا فهي مكتوبه كاف، عرفنا ان دي كاميرا، 4 ده رقم النموذج. يعني ايه بقى رقم النموذج ده يا باشمهندس؟ وانا عندي سقف زي ده، ادي السقف بتاعي، السقف ده ان شاء الله هنتعلم ان احنا نعمله دي اكس اف، ونصدر البرنامج السقف ونصمم كل الكاميرات، فهتلاقي ان انت بتطلع الرياكشن بتاع الكاميرات او بتطلع المومنت والنورمال والشير بتاع الكاميرات، وهنديه حضرتك شيت اكسل، فبتروح متدخل فيه المومنت بتاع كل الكاميرات، يروح مطلع لك التصميم بتاع كل الكاميرات بمنتهى السهوله، خطوه واحده كده بتعملها على شيت الاكسل، يروح عامل كل القصه دي. فمش معنى ان حضرتك جامد جدا ومعاك شيت اكسل وزي الفل وقاعد في التكييف وبتصمم ان انت تروح للراجل تقول له والله انا عندي 20 كاميرا، حلو الكلام؟ ال 20 كاميرا كل كاميرا منهم ليها ابعاد مختلفه عن الثانيه، وكل كاميرا منهم ليها تسليح مختلف عن الثاني، وكل كاميرا منهم تتنفذ بالطريقه الفلانيه. لان في الاول وفي الاخر هيحصل حاجتين، يا اما الراجل هيرفض ان هو ينفذ الكلام ده، يقول لك انا هشتغل مع واحد ثاني بيفهم، حلو؟ يا اما ان الراجل ده هيبدا ينفذ القصه دي وهياخد منك فلوس كتير وهتاخد وقت كبير. وبالتالي بنعمل حاجه اسمها عمليه ايه؟ النمزجه. يعني ايه النمزجه؟ كل 3 4 5 كاميرات شبه بعض في المومنت وقريبين في الابعاد ناخدهم نموذج واحد. فاذا كف 4 دي مقصود بيها رقم النموذج. طب هو كاتب رقم النموذج ليه؟ خلاص ما احنا عرفنا الابعاد وعرفنا الدنيا دي كلها. مش المفروض اللوحه دي يبقى فيها تسليح؟ هل انا هعرف احط تسليح الكاميرات هنا؟ اقدر ارسم تسليح الكاميرا جواها كده في البلان اصلا؟ تسليح الكاميرا بترسم في البلان، بترسم في الاليفيجن اللي هو السكشن يعني، صح ولا مش صح؟ وبالتالي الراجل لما ينزل ينفذ هيعرف من ازاي؟ هيعرف ازاي التسليح بتاع الكاميرا دي؟ ده هنا بقى يجي الدور بتاع الجزء الثالث اللي احنا كنا ناسينه في الفرتوشه، الجزء اللي فوق ملاحظات، الجزء اللي تحت البيانات الاساسيه، الجزء اللي في النص بيبقى موجود فيه جداول التسليح والقطاعات، جداول النمزجه والقطاعات. فانا لو عايز اعرف كاف 4 دي تسليحها ايه، كل اللي هعمله ان انا هروح على الخرطوشه بتاعتي بمنتهى السهوله، والله
كاف 4 دي يا باشمهندس كانت المفروض ان هي فيها حديد تسليح، الحديد السفلي بتاعها كان 2 × 12، في جزء منه عدل وفي جزء منه مكسح، والحديد التسليح العلوي كان 2 × 12، والكناب بتاعتها كانت 5 × 8. وفي بعض اللوح الكويسه او اللي فيها مستوى تفاصيل اكتر بيروح مديك قطاع للكاميرا دي عشان يوريك التسليح فيها عامل ازاي. اتفهمت؟ يبقى اذا كده اللوحه بتاعت حضرتك تسمى لوحه كامله، ينفع ان حد ينزل ينفذ. فالجزء اللي احنا كنا بنشرحه في الاول ده مهم جدا لحضرتك عشان لما تيجي تسلمني لوحه او لما تنزل في الموقع تشوف لوحه تبقى بتعرف تقرا اللوحه. فرجاء ان حضرتك لما تروح تقرا الجزء ده من الكود، هو هتلاقي نفس الكلام اللي احنا شرحناه، تقرا الجزء ده من الكود كويس وتعرف كل تفصيله من اللي احنا قلناها مكانها فين في الكود، بحيث ان انت لما تيجي تتناقش مع حد يبقى كلامك مسنود لحاجه معينه احنا بنتناقش على اساسها. اتفقنا كده؟ نراجع بسرعه بس كده، اللوحه كانت بتتكون من ايه؟ رقم 1 ان انا اعمل الاطار، رقم 2 ان انا بعمل الخرطوشه بتتكون من 3 اجزاء، الجزء اللي فوق فيه الملاحظات، الجزء اللي في النص فيه نمذجه الكاميرات او نمذجه الاعمده على حسب اللوحه، او نمذجه الاواعد على حسب اللوحه اللي انت بتعملها، وفي السكاشن الجزء اللي تحت فيه البيانات الاساسيه للمشروع. بعد كده بنخش جوه اللوحه، اول حاجه اعمل اللير، تاني حاجه بعملها الاكسات، لازم اسمي الاكسات والاكسات واللير وكل حاجه، يا اما تبقى عربي يا اما تبقى انجليزي. بعد كده بالنسبه للدايمنشن ففي عندنا نوعين، دايمنشن خارجيه اللي بتعبر عن المسافه بين كل اكس والتاني، ودايمنشن داخليه اللي بتحط فيها ابعاد القطاعات. وبكده تبقى اللوحه جاهزه للطباعه، ودي اللي هنعملها ان شاء الله الحصه الجايه. كنا احنا اصلا بقى بنقول الكلام ده كله ليه؟ عشان اعرفك ايه هي انواع اللوح اللي انت ممكن تشوفها في الموقع. فلو انا جيت كده كلمتك على انواع اللوح اللي ممكن تشوفها في الموقع فهم 4 انواع. يبقى انا عندي كام نوع من انواع اللوح؟ 4 انواع. ايه هي انواع اللوح؟ في عندي حاجه اسمها التندر دروينج، وفي حاجه ثانيه اسمها الشوب دروينج، وفي حاجه اسمها الكوردينيشن دروينج، وفي حاجه كمان اسمها الاسبل دروينج. ايه الفرق ما بين كل واحده والثانيه من دول؟ حضرتك عارف ان احنا لو عندنا مشروع كبير، تمام، بنبني كوبري، بنبني مول مثلا، تمام، والدوله هي المالكه للمول، او حتى انا اللي مالك مثلا للمول ده، فانا هبقى عايز حد ينفذه لي باقل سعر، وبالتالي بعمل حاجه اسمها ايه؟ مناقصه، صح ولا مش صح؟ المناقصه دي عكس المزاد. المناقصه ان انا هقول انا عندي المشروع الفلاني، وكل واحد من الشركات بيجي بيقدم حاجه اسمها عرض مالي وعرض فني، ويخش جوه المناقصه، وفي الاخر المناقصه بترسى على افضل عرض مالي وعرض فني، صح ولا مش صح؟ وبالتالي الراجل ده هو اللي هينفذ. طيب انت بناء على ايه هتيجي تقدم في المناقصه وتقول والله المشروع ده هيكلفني كذا؟ مش لازم تعمل لوحه، تعمل حصر كده مبدئي، تعرف الدنيا هتتكلف كام، صح ولا مش صح؟ عشان لما تقول لي انا هعمله بمليون جنيه يكون فعلا هيحصل فعلا المشروع ده، تقدر تنفذه مليون جنيه ويطلع لك هامش ربح، صح ولا مش صح؟ وبالتالي لازم يبقى عندك لوح. فهل طبيعي ان انا كل ما اخش مناقصه او كل ما اخش مع اي حاجه من الحاجات دي اروح اعمل اجيب المهندسين بتوعي بياخدوا البلانات المعماريه يشتغلوا من اولها لاخرها ويطلعوا تصميم وتسليح وكل حاجه؟ طب افرض المناقصه ما رسيتش عليا، الفلوس دي كلها تترمي؟ وبالتالي اللوح المبدئيه اللي بنخش بيها المناقصات وما بيكونش فيها تفاصيل كتير، ولكن بنعمل منها حصر مبدئي، تكلفه مبدئيه كده للمشروع، حاجه كده كروكي، دي بنسميها التندر درو. دي اسمها ايه؟ التندر درو. الحمد لله المناقصه رسيت على الشركه بتاعتنا، فبنبدا نخش في المرحله الثانيه ان انا اعمل لوح تنفيذيه اللي هي اسمها الشوب دروينج. والشوب دروينج هو مستوى عالي من اللوحات، او مستوى عالي بيبقى فيه جزء كبير من التفاصيل وبيتحط فيه كل التفاصيل الانشائيه بكل الحاجات اللي انت بتعملها. طب السؤال هنا، هل اللوح اللي احنا مطلعينها دي، هل اللوح اللي احنا مطلعينها في المشروع دي اقدر اقول على اللوح اللي موجوده دي لوح شوب دروينج؟ الاجابه لا، دي مش لوح شوب دروينج خالص، دي مستوى كده متفق عليه في المشاريع الصغيره، لان انا قلت لك في اول كلامي احنا لو بنعمل مشروع كبير بيمشي بالخطوات دي، لكن لو مشروع صغير هي دي اللوحه اللي بتشوفها في الموقع، هو مستوى ما بين التندر دروينج والشوب دروينج، لان الشوب دروينج بيتعمل فقط للمشاريع الكبيره. ليه بيتعمل فقط للمشاريع الكبيره؟ لانه مبدئيا ما بنستخدمش فيه برنامج الاوتوكاد، الشوب دروينج بيتعمل ببرنامج ثاني اسمه اوتوكاد ستراكشر ديتيلنج، حلو الكلام؟ وده برنامج مختص في عمل الحاجات بتاعه الشوب دروينج، لان في امكانيات جوه البرنامج بتساعدك ان انت تنجز الشغل بسرعه، زائد ان انت كمان بتستخدم برنامج ثاني معاه اسمه كات اوبتمايزيشن. بيعمل ايه البرنامج بتاع كات اوبتمايزيشن ده؟ بيخليك تقدر توفر اكبر كميه من الحديد. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ انا لو عندي كاميرا والكاميرا دي مثلا طولها قلنا ان هي 20 متر، بفرض ان هي 20 متر، فانت حطيت التسليح السفلي تحت، فالتسليح السفلي تحت المفروض
طلع مثلا 5 باي 20 فقلت عامل كده وبترسم السيخ بالمنظر ده. هل في الحقيقه في سيخ بيجي من الشركه بتاعت السياخه طوله 20 متر؟ الاجابه لا، المفروض ان طول السيخ قد ايه؟ 12 متر. طب الحل ساعتها هل انا اخد سيخ 12 متر وجنبه سيخ 8 متر؟ ولا اخد سيخ 10 متر و10 متر؟ ولا اخد سيخ 14 متر وسيخ ثاني جنبه 6 متر؟ انهي افضل واحده من دول؟ يعني انهي افضل قطعيه من دول؟ انت لو خدت السيخ 10 متر و10 متر فهيبقى لك من السيخ ده 2 متر ومن السيخ الثاني كام؟ 2 متر. ال 2 متر دول هيتعمل فيهم ايه؟ هيترموا. حلو الكلام؟ لان مفيش اي حاجه ثانيه هتقدر تعملها بال 2 متر اللي باقيين. وبالتالي لما ترمي 2 متر كده من كل كمره و2 متر من كل سيخ تلاقي ان التكلفه في الاخر بقى عندك كميه حديد كبيره متهدره، لا انا عارف استخدمها ولا انت عارف تستخدمها، بنروح نبيعه خرده. لو انت مثلا ثمن الطن الحديد 11000 جنيه، اذا مثلا الكيلو بتاع الحديد ب 11 جنيه. احنا لما بنروح نبيعه خرده بنبيعه ب 7 جنيه، وبالتالي خسرت مثلا مبلغ، صح ولا مش صح؟ فالعمليه بتاعت الهدر بتاع الحديد دي وافضل قصه للحديد بتتعمل بالبرنامج اللي احنا قلنا عليه اسمه ايه؟ الكات اوبتمايزيشن. يبقى انا عندي برنامج اسمه اوتوكاد ستراكشر تريننج وبرنامج ثاني اسمه كات اوبتمايزيشن، دول اللي بنعمل بيهم الشوب ايه؟ الشوب دروينج. نيجي بقى للمستوى الثالث من مستوى اللوحات. احنا اخذنا التندر دروينج واخذنا الشوب دروينج. لو افترضنا ان احنا فعلا عندنا مشروع كبير زي مول او حاجه زي كده، ينفع يا باشمهندس نروح منزلين المهندسين الانشائيين يروحوا مبنيين وعاملين الكاميرات ومظبطين الدنيا، بعد كده يجي بتاع الميكانيكا يركب التكييف بتاعه او يركب الضغط يروح خارم الكاميرا في اي مكان وماشي كده؟ ينفع؟ اكيد لا. بعد كده يجي بتاع الكهرباء يروح مكسر في الكاميرا والعمود ويحط سلاك الكهرباء؟ برضه اكيد لا، لان كده المشروع ما بقاش مشروع، كل واحد بقى بيعمل اللي بيحلاه، صح ولا مش صح؟ ففي نوع من اللوح اللي بيرتب المشاريع ويرتب مين اللي ينزل قبل مين ومين اللي يتعمل الاول، ده اللي احنا بنسميه عندنا الجزء الثالث ده اللي هو ايه؟ الكوردينيشن درون. دي لوح تنظيميه بين المهندسين المختلفين اللي بينزلوا ايه؟ المشروع. اخر نوع خالص من اللوح اسمه ايه؟ الاز بيلت درون. المقصود بكلمه الاز بيلت درون؟ اتفقنا ان المشروع ده بنعمل ليه تكلفه مبدئيه وقلنا ان احنا بنقدمها عن طريق التندر دروينج، حلو؟ ولكن احنا كنا ناويين ان شاء الله نعمل كاميرا، والكاميرا دي تمام كنا عاملينها بالمنظر ده وسند على 3 عمدان، كاميرا سند على 3 عمدان. الحقيقه لما نزلنا ننفذ كان في صعوبه كبيره ان احنا ننفذ العمود اللي في النص ده فشلناه، يبقى احنا عاملين لوحه شوب دروينج اللي كان فيها كام عمود؟ 3 عمدان، بس لما نزلنا ننفذ ما عرفناش ننفذ العمود ده، وبالتالي رجعنا للراجل المصمم فراح عندنا تفصيله جديده خالص، تمام؟ ان الكاميرا دي متشاله على عمودين بس، وبما انها بقت متشاله على عمودين بس فما بقتش كونتينيوس بيم، بقت سمبل بيم، والسمبل بيم تسليحها هيطلع اكبر من الكونتينيوس بيم، وخاصه ان البحر كبر، وبالتالي قطاعات الخرسانه هتزيد والحديد كمان هيزيد وطريقه التنفيذ هتزيد وكميه الخرسانه هتقل، لان انت مثلا كنت صبيت حاجه وفي حاجه ثانيه ما اتصبتش. اذا لما اجي احاسب الراجل ده وادي له فلوسه احاسبه على الثلاث عمدان والحديد الاساسي اللي احنا كنا حاطينه في الشوب دروينج، ولا المفروض احاسبه على اللي اتنفذ بالفعل؟ المفروض احاسبه على اللي اتنفذ بالفعل. فبيبقى في مستوى اخر خالص حاجه من اللوحات اللي اسمه الاز بيلت دروينج، والمقصود بالاز بيلت دروينج هي لوح بعض تعتبر تعديل للشوب دروينج، مش تعمل لوح شوب دروينج، التعديل بتاع اللوح بتاع الشوب دروينج، وهي دي اللي بنعمل منها الحصر النهائي للمشروع والتكلفه النهائيه من المشروع عشان يبدا الراجل يشتغل. في كده حد عنده مشكله؟ يبقى ده كده كان الجزء الاولاني من الحصه بتاعه النهارده او من المحاضره بتاعه النهارده اتعلمنا فيه، تمام؟ الهدف من الجزء الاولاني انا عارف ان هو جزء نظري ولكنه هو مفيد، يعني انا متاكد ان هو مفيد، واحنا بعيدنا عن الاوتوكاد، ما فتحتش الاوتوكاد ولا عملت لك اوامر، ولكن هو جزء مفيد عشان حضرتك تبقى انت مدرك انت بتعمل ايه، انت شغال في انهي حته بالظبط، اللوحه اللي بطلعها دي هي تعتبر لوحه ايه، وايه التفاصيل اللي المفروض تبقى موجوده فيها. الجزء الاولاني عرفنا ايه هي المكونات بتاعه اللوحه اللي احنا قلناهم بسرعه كده، اللي هم مين؟ الاطار، والاطار ده بيبقى فيه خرطوشه، والخرطوشه دي متقسمه لثلاث اجزاء، الجزء الاولاني للملاحظات، الجزء اللي في النص ليه النمذجه والقطاعات، الجزء اللي تحت ليه البيانات، بعد كده بتخش جوه اللوحه بتحط ايه؟ اللير، وبعد كده الاكسات، وبعد كده الدايمنشن الخارجيه والدايمنشن الداخليه، بعد كده عرفنا ان في عندي 4 مستويات من اللوح اللي هم التندر دروينج والشوب دروينج والكوردينيشن دروينج والازبلت دروينج. في حد عنده سؤال في الجزئيه دي؟ تمام كده، ده الجزء الاولاني من الحصه.